يعني انا بكر من الصباح طبعا البلاستيك هذه بكرها من الصباح من بعد صلاه الفجر. الناس يقروا هنا يقولوا يقول لك ما حاصل اشتري يعني قاعد اشتري يروح بدخل مصروف البيت اكثر. معي 5 اولاد مع الحرمه 7 يعني ومقيم عمار بن ياسر. والله ما كنت في الحليده الحمد لله كان اولا البيت موجود ولكن الظروف اللي اجبرتنا على ان ارحل لانه انا الحوثه كان يقروا بعد الشباب بعد يعني اللي معك طفل عمره 14 سنه 15 سنه للتجنيد يضايقوك انفجارات صواريخ وكان عندنا في الشهداء انفجار صاروخ يعني في ضحايا مليان قريبه لنا منطقه الشهداء صور الرعب في الاطفال عشان نجي لهنا. صدق ان انا ما جيت من الحديده لهنا انا وعيالي مشيت يومين يوقفوك في الطريق الحوثه فالرايح انت عميل انت مدري ايش يعني بهدله لولا معانا النسوان يمكن كان ما ندخلش. خرجنا من هناك الساعه 4 العصر وصلنا هنا ثاني يوم الساعه 4 العصر. اول جينا المخيم ماش معانا خيام ماش معانا كنا الفوط كان اول المقاطب نغطي بنستر علينا على جهلنا وننام في ساحه المدرسه. في ايام يعني بعد 6 شهور 7 شهور جالنا الخيام هذه والخيام هذه طبعا هي 6 شهور. المعيشي والصراحه سيء جدا. الحمامات والله احنا انا الان يعني هنا بدون شغل اجينا من الحديده لحد الان بدون شغل. اللهم نستغل في الأقارب هذه العلب والحاجات نغطي الوضع يعني. وزن كيلو كم كيلو معك معدن؟ كم كيلو بلاستيك؟ كم كيلو حديد؟ كم يعني تروح تبيعها ويعطي لك كذا كذا معك كيلو تستلم بيسك وتروح. طيب من الصباح تشتغل ما في الليل تروح معك 2000 3000 ريال. تروح تبيع 2000 محل الخردة يعني الحمد لله كان الرزق موجود وهنا والحمد لله والرزق موجود ما نش. اوفر الاكل لعيالي انا كنت اقول لك ما كنت فاضي يعني ماش معي عمل في المخيم